هداف الأهلي يوقع للزمالك، خسارة مهينة لمجلس لبيب، مرتضى منصور يهاجم هذا الزعيم العربي، مدرب الزمالك يتحسبن ضد الإدارة، ثغرة تتسبب في رحيل لاعب الأهلي. بالأسماء، الزمالك يتعاقد مع 4 صفقات جديدة، تصعيد الحارس المعجزة للفريق الأول، فضيحة إمام عاشور عند الطبيب النفسي، أسرار صدام حازم إمام وجمال علام، وصول المحترف الزملكاوي. مساء الخير على حضراتكم، أهلا بيكم يا غاليين في حلقة جديدة وسريعة من مباشر مع الجريد. شعرنا الله فوق الجميع ودستورنا، ما يهمنيش اسمك، ما يهمنيش لونك، ما يهمنيش دينك، ما يهمنيش شكلك، ما يهمنيش عملك، يهمني قلبك يكون أبيض. المثقفون الرعون يتقون في أمسية جديدة من أمسيات الجريد، وبرحب بحضراتكم يا أجمل ناس في الكون. أسرار صدام حازم إمام وجمال علام، حدث صدام كبير في الجبلاية بين الكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وجمال علام ورئيس الاتحاد. حازم إمام هدد باستقالته وربما يكون قدمها بالفعل، ولكن هناك محاولات لإثنائه عن الاستقالة. يقال إن سبب هذا الصدام هو محاولات جمال علام لمعاقبة الزمالك عقاب شديد بعد واقعة الانسحاب من بطولة الدوري، مباراة الدوري بين الأهلي والزمالك في السعودية، ويحاول جمال علام مجاملة شوال الرز. خسارة مهينة لمجلس لبيب، كما بنقول ونقول ونقول، وهنتننا نقول المجلس الذي يقوده 2 أو 3 من الألعاب الجماعية أهدى كل البطولات في هذا الموسم للنادي الأهلي المنافس التقليدي، وكأنهم مصرين على انسحاب الزمالك من كل الألقاب هذا الموسم. ده مش بنقول بقى عشرية سودة، دي سنة سودة على الزمالك. دي هذا المجلس الذي يقوده حسين لبيب، الذي كان يتشدق بأن الزمالك سيكون نادي بطولات في عهده، وللأسف حتى الألعاب الجماعية لا بطولات. ده الطائرة اللي احنا كنا بنكتسح كل الألقاب فيها، للأسف خسرنا كل الألقاب. بالأمس الخسارة التالية بعد خسارة السيدات، بعد خسارة الرجال، الخسارة التالية خسارة السيدات أمام الأهلي، وفوز الأهلي بلقب الدوري المنتخب، فاز على الزمالك في المباراة الفاصلة 3-0. المباراة قيمت على استاد حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. خسارة خسارة خسارة. وأنا لو من مجلس النبي بيقدم استقالته، لأنهم فشلوا في إدارة المنظومة الرياضية في نادي الزمالك، والكلام ده ما يزعلش الناس المتبلطية. احنا عايزين مجلس يحقق البطولات، وليس مجلس يهدي النادي الأهلي كل البطولات. خسارة مهينة لمجلس لبيب، ولو عندهم دم يستقيلوا أو يبتعدوا عن المشهد تماما، ويجيبوا ناس بتفهم تدير المنظومة الرياضية. مش كلهم بيفهموا، وأعتقد لو ولا واحد فيهم بيفهم في الرياضة. في مدرب احنا اتكلمنا عليه كتير وقلنا حذر حذر ان انتم مشوه، وهمشوه اصر مشوه، وهو كابتن اشرف رشاد المدير الفني لكرة الطائرة بنادي الزمالك. اتصاب كابتن اشرف رشاد طبعا عقب خسارة الفريق الاول كرة الطائرة امام الاهلي واهداء الدرع الدوري للطائرة للرجال الاهلي، كتب التالي: حسبي الله ونعم الوكيل في اللي دمر الفرقة. اللي بعد ما كتب الكلام ده على فيسبوك، في احد المشجعين كتب له قال له: مش دي الاداره اللي حضرتك بتدعمها يا كابتن؟ ورد عليه كابتن اشرف رشاد وقال له: الاداره الحاليه ملهاش ذنب في سكواد الفريق. من بدايه الموسم تم تطفيش لعيبه مستقبل النادي لاغراض شخصيه، ارجعوا لمين اللي كان مسؤول عن الفريق في بدايه الموسم. الكلام ده محتاج تحقيق. هل مجلس لبيب ولا هاجم مجلس مرتضى منصور؟ مين اللي طفش اللعيبه ومين اللي طفش المدرب علشان أغراض شخصية؟ لازم يتحاسب ويتعلق على بوابة النادي إن هذا الفاشل المستهدر الجبان أدى لخسارة الزمالك كل البطولات في الكرة الطائرة. هنقول وهنقول وهنقول، وطبعا ما حدش هيعمل حاجة. على فكرة أنا بسجل قبل ماتش الزمالك في فيوتشر، الزمالك بإذن الله بإذن الله يفوز ويصعد. هتشوفوا اللي طلعين من البلعات بالليل ينسبوا لنفسهم الفضل في الفوز ده، لكن البلعات بتفتح فجأة ويظهر لك أبو حديدة وحدتين. أما لما الزمالك يخسر بطولات ولا شوال الرز يعلم على قفاهم، تلاقيهم مستخبيين. تعليق في صفحته في فيسبوك، معرفش ما مجلس دلوقتي مجلس المنشورات في الفيسبوك. بالأسماء، الزمالك هتعاقد مع 4 صفقات. هنقول الخبر وهقول تعليق على الخبر. مجلس حسين لبيب قال أنه تعاقد مع 4 لعيبة لليد، كرة اليد، الكوماندوز اللي احنا بندي الأندية التانية والعالم كله والمنتخبات. للأسف دلوقتي بقينا نتعاقد مع لعيبة من الخارج
عشان يمثلونا في الماتشات. عندنا كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس هيقاموا في الجزائر يوم 15 إبريل الحالي. الزمالك تعاقد مع لاعب من مونتجومري اسمه فاوكو بوروزان، ولاعب من الهلال السعودي أو ده بيلعب في الهلال السعودي بمركز زي الأيسر، وتعاقدوا مع لاعب تونسي اسمه محمد رضا فؤاد لاعب القزمة الكويتي بيشغل مركز صانع ألعاب وظهير أيسر. تعاقدوا مع لاعب من هليوبلس اسمه عبد الحميد العربي يلعب في مركز الدائرة، وعمر صادق لاعب هليوبلس أيضا بيشغل مركز الظهير الأيسر. جابوا ثلاثة ظهير أيسر، عملوا لنا زي ما عملوا في الكورة، جابوا لنا 11 لاعب بيلعب خط وسط. أنا مش فاهم، هل كوماندوز اليد خلاص هو كمان بيفنش عشان نجيب لعيبة يلعبوا لنا بطولة سوبر ويمشوا؟ هؤلاء الفشلة اللي بيفشلوا في إدارة المنظومة الرياضية يجب أن يرحلوا فورا. والاتهام بالفشل ده مش اتهام ولا سب ولا تشيم ولا أي حاجة، دي حقيقة. احنا في كل الألعاب خيالية الوفاض، هذا المجلس جاي بيقدم النادي الأهلي كل البطولات محلية وأفريقية ودولية على طبق من فضة، وكأنهم فرشوا السجادة الحمراء أيضا للمنافس التقليدي. امبارح اتكلمنا عن الحارس المعجزة عمر عبد العزيز، حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2008 اللي سجل هدف وقدم مباراة جميلة. كان بيشوفوا الجهاز، بعض من أفراد الجهاز الفني للفريق الأول، ويتكلموا مع جوميز، وجوميز صعدوا للفريق الأول، حتى خدوا معاه في ماتش فيوتشر بالرغم أنه مش مسجل إفريقيا، فقالوا قال لي يأخذ على الأجواء الإفريقية تمهيدا لقيده إفريقيا في أقرب فرصة. توفيق الحارس ده يكون مستقبل الزمالك، بس دايما ركزوا عليه لأن في مافيا تعمل داخل قطاع الناشئين نادي الزمالك. أي حد كويس بيدوه لزد، بنقول بكل وضوح. ممكن المافيا دي بيتعاون معاها عضو مجلس إدارة سمسار، ممكن بيتعاون ناس معاها مدربين، ممكن ناس بره النادي وبتدفع لهم، ممكن، لأن كل قطاع الناشئين في نادي الزمالك تحول بقدرة قادر إلى نادي زد وأندية أخرى. زائد المجلس طبعا بيهدي الترسانة لاعب، بيدي الاتصالات لاعب، بيدي الإسماعيلي لاعب، يعني بيفرق لعيبة ببلاش. وصول المحترف الزملكاوي اللاعب الأوغندي ترافيس موتايا وصل الزمالك صباح اليوم، وبعد انتهاء مشكلة جواز السفر، واحنا عارفين ان اللي اخره هو جواز السفر، هو وصل بالسلامة والحمد لله على السلامة، ونفسنا نشوفه بقى في الملعب يا جهاز فني. هداف الاهلي يوقع للزمالك، ما زال الزمالك دايما بيبحث عن فضلات النادي الاهلي، بالرغم انه ممكن يكون لاعب كويس وكده، ولكن بيقول لك ان مجلس ادارة النادي الزمالك اتفقت بالفعل مع المغربي وليد ازارو نجم هداف الاهلي السابق واللي بيلعب حاليا مع عجمان الاماراتي. خلاص اتفقوا، ربما يكون في توقيع بالفعل، وهيكون مع الزمالك في بداية الموسم الجديد إن شاء الله. مسؤول الزمالك هم اللي سربوا الخبر إلى بعض المصادر من أجل تهدئة الرأي العام اللي حزين على مستوى الفريق. طبعا قاب قوسين أو أدنى سيف الجزيري وسامسون أكينولا ماشيين بنهاية الموسم ده، وبيقولوا إن المدير الفني جوميز هو اللي طلب وليد أزارو بالاسم. اكتب في تعليقاتك هل وزير وليد أزارو هيفيد الفريق أو لا، شايفه هيكون مكسب أو لا. بداية إمام عاشور عند الطبيب النفسي، الكابتن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ولاعب الزمالك، ظهر في برنامج رمضاني اسمه على المسرح، وعلى المسرح قاعد يتكلم بسذاجة وبهدوء، دخل في رضا عبد العال ومشاكله مع رضا عبد العال، وقال لك إن رضا عبد العال بيطلع على الشاشات عشان الناس تضحك ويعمل أفيه وترند، وبيقول انا بحب رضا عبد العال جدا وبيضحكني جدا، يعني بيتريق بس مش عارف يتريق. كمان اتكلم عن ممكن يرجع الزمالك ولا لا، اتكلم عن اللاعب وليد سليمان واعتذر وقال انا اعتذرت ليه كتير وبوست راسه وانا غلطت في حقه وما كانش ممكن يحصل كده، وقال انه بجد بيروح عند طبيب نفسي حاليا عشان يبقى عنده ثبات انفعالي، وقال من زمان انا بروح عند دكتور نفسي وهو بيساعدني كتير في حياتي وساعدني كتير الفتره اللي فاتت وعلمني أكون ماسك أعصابي أكتر خاصة في الملعب، وأنا اللي قررت أروح لهم من نفسي لأني بحب المغامرات. وقال أنا صريح، أنا عصبي وأنا وبحاول أصلح من نفسي. كمان اتهم مدرب في غزة المحلة اسمه خالد أبو الفتوح إنه كان هيخليه يبطل كورة في آخر سنة ليه مع المحلة، وما كانش مقتنع بيه نهائي، واتكلم معاه في النقطة دي والراجل ما كانش فاهم حاجة خالص، وقال في ظروف مررت بيها محدش يعرف عنها حاجة، في الاحتراف الدنيا كانت صعبة جدا، ما عرفتش أتأقلم
ده الجزء اللي احتاج ان انساه في حياتي، وان حياته اشبه بمسرحيه، وان انتقاله للنادي الاهلي هو اهم فصول هذه المسرحيه، وانه ما فكرش سوى دقيقه واحده عندما عرض عليه انتقال. ممكن يرجع الزمالك، قال لهم صعب خلاص انا تاقلمت في النادي الاهلي وبقى في جمهور في النادي الاهلي بيحبني وانا بحبهم وما اقدرش ارجع الزمالك تاني. نسيب امام عاشور وننتقل الى النادي الاهلي. ثغره تسبب في رحيل اللاعب في الاهلي، في لاعب في النادي الاهلي اسمه شادي رضوان. شادي رضوان متعاقد مع النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي لم يوثق العقد، وبذلك دخلت بعض الانديه في مفاوضات معه. الموضوع بيفكرنا موضوع كهرباء، هل وثق العقد ام لم يوثق العقد؟ يقال ان مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه حسن لبيب جاب اللاعب وقعد معاه ومضاه. انا ما شفتش شادي رضوان ولا اعرف هو لاعب كويس ولا، انتوا قولوا لي في تعليقات هو كويس ولا لا. اللي عرفناه عنه انه عنده 22 سنه، بيلعب في مركز الجناح، وكان في احد الصحف البريطانيه قالت عليه انه ضمن ابرز 20 موهبه كرويه في العالم في المستقبل القريب. يعني هو من ناشئين قطاع الناشئين من النادي الاهلي، وتم اقصاد الفريق الاول، ولكن الاهلي لم يوثق العقد معه، لذلك دخل الزمالك وبيراميدز وانديه دخلت ثانيه في مفاوضات جاده معه. سريعا سريعا ننتقل للسيد مرتضى منصور اللي ظهر من جديد في برنامج الصندوق الاسود، والصندوق الاسود بيفكرنا بابريل الاسود. احنا قلنا ابريل هيكون اسود اسود اسود، انا متاكد انه اسود 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 على السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهو بالفعل ظهر في الصندوق الاسود في هذه الحلقات، اتكلم عن الفن واتكلم عن السياسه واتكلم ومن حقه يتكلم، يعني انا مش بنماع، بس هو في هذه الحلقه اتكلم عن صدام حسين الزعيم العراقي السابق الذي وفاه الله، واتهمه اتهامات شديده جدا جدا، وقال له ان غزو الكويت في التسعينات خرج منه، دخل خرج من حرب العراق دخل غزو الكويت، واتهموا بعض الاتهامات من بينها انه كان عنده العظمه والعنجهيه والحاجات زي كده، والنفخه الكذابه. نفخه صدام حسين هي سبب كل المشاكل اللي اتعرض لها، اللي هي النفخه دي بتحصل لوكيل نيابه، بتحصل لقاضي، بتحصل لرئيس جمهوريه، والكرسي ساحر. فقال له انت ازاي تطلع من غرفه الانعاش تدخل العنايه المركزه، يعني بعد حرب الكويت دخل في، بعد حرب العراق دخل في حرب الكويت. هل كلام مرتضى منصور مظبوط في حته ايه بقى؟ في حته الكرسي، الكرسي بيؤدي للنفخه، والنفخه دي بتحصل لوكيل نيابه، بتحصل لقاضي ورئيس جمهوريه، والكرسي ساحر. انا بنسال بقى مرتضى منصور، هل النفخه دي اثرت عليه في رئاسته لنادي الزمالك؟ قول او لا. بشكر حضراتكم كتير جدا في هذه الحلقه السريعه، يا اجمل ناس في الكون، واراكم على خير غدا باذن الله.